شباب بارطاجيو صحابكم حيت درس الاستعاره هو درس خصنا نشرحوه من البدايه ديالو. يعني الى شي فقره التلميذ التحق بينا متاخر راه يقدر ما يفهمش، وبالتالي الله يرضي عليكم انا نعطيكم واحد ثلاثه ديال الدقائق جوج دقائق حاولوا تبارطاجيو صحابكم باش يدخلوا معنا الدرس مباشره. وما تنساوش الله يرضي عليكم توجدوا السيلو ورقه ديالكم هكذا باش تكتبوا هذوك الاسئله ولا حتى دوك الجمل اللي غنكونوا خدامين عليهم في الطابلو فيما يخص درس الاستعاره. بالنسبه للاصدقاء اللي خدموا الموضوع ديال الحداثه انا نخلي لهم ليان فين غيصيفطوا ليا الانشاء باش نصحوا معاهم. اذا غنطلقوا الحصه ديالنا بالنسبه درس الاستعاره. اولا هو درس مدمج في مكون علوم اللغه بالنسبه للسنه الاولى بكالوريا، وداخل في المجزوءه الرابعه تحت عنوان قيم انسانيه في الشعر العربي. اذا الاستعاره كما جاء في التعريف هي نوع من المجاز اللغوي. هي الاستعارة هي نوع من المجاز، وبدون شك كان عندكم لقاء مع التشبيه والمجاز بجذع مشترك. وبالنسبة للمجاز أو كيسميوه الأصدقاء الفرنسية الميتافور، إذا المجاز هو الخارج عن المألوف، أن جملة تتضمن عبارة أو لغة خارجة عن المألوف، هذا ما يسمى بالمجاز. يعني إذا طلبوا مني في الامتحان أنني نخرج استعارة من القصيدة أو من النص، غنكون أمام جملة مجازية، يعني جملة خارجة عن المألوف. مثلا وجدت جملة بهذا الشكل: حدثني
أسد عن قوتي. حدثني أسد عن قوتي. أولا هذه الاستعارة لماذا؟ لأنها تتضمن في تركيبتها مجازا، لغة خرجت عن مألوفها. لماذا؟ لا يمكن للأسد أن يتحدث، فخاصية الحديث هي خاصية إنسانية ولا يمكن للأسد أن يتفاعل معه، وبالتالي هذه اللغة خرجت عن المألوف. لو قلت كذلك رافقتني وردة في الطريق، رافقتني وردة في الطريق، هي كذلك جملة مجازية، جملة استعارة. لماذا؟ لأنها خرجت عن المألوف. أين يظهر ذلك؟ الوردة لا يمكن أن ترافقني، الوردة لا يمكن أن ترافقني، وما كما هو معلوم فالنباتات لا تتحرك في المجال، فكيف لها أن ترافقني وأن تخطو خطواتي؟ وبالتالي هذه الجملة مجازية، أو بالأحرى جملة خرجت عن مألوفها، وهو درسنا اليوم درس الاستعارة. إلى الاستعارة في الدرس ديالنا اليوم هي نوع من المجاز اللغوي، وهي كذلك في التعريف الثاني هي تشبيه حذف أحد طرفين، هي تشبيه حذف أحد طرفين. إذن هذا تعريف ثاني، يعني التعريف الأول هو التعريف الجادد باش كنعرفوا رحنا أمام استعارة، ولكن أثناء فهمنا للدرس فهي في الأصل تشبيه حذف ماذا؟ أحد طرفين. ما هي أو ما هما طرفي التشبيه؟ هناك المشبه وهناك المشبه به. يعني الاستعارة في الأصل ماذا؟ هي تشبيه، يعني جملة كانت في الأصل تشبيه تم حذف أحد طرفيه، إما المشبه أو المشبه، فأصبحت هذه الجملة مجازية، أو أصبحت هذه الجملة استعارة. إذن نأخذ الجملة، حدثني أسد عن قوتي، إذن لا يمكن للأسد أن يحدثني. نجي المسودة عندي، مسودة ورقة الوساخ، نكتب أسد، أسد، يعني شنو خصني ندير؟ خصني نرجع الجملة المألوف، نرجع التشبيه باش نعرف شنو اللي محذوف، ونعرف كذلك نوع الاستعارة. إذا غنخرج أسد هو اللي عندي تما، شكون اللي ممكن أنه يحدثني ويتكلم معايا عن القوة ديالي؟ نأخذ على سبيل المثال رجل. إذا هنا عندي جوج العناصر، هاد جوج العناصر اللي عندي خاصني نوضعهم في جملة تشبيه باش نعرف شنو اللي محذوف ونعرف النقص فين كاين. إذا عندي أسد وعندي رجل، بناء على الجملة اللي عندي تما، العلاقة اللي كاينة بيناتهم القوة، حدثني، حدثني أسد عن قوتي. قلنا ما يمكنش أسد يحدثنا، شكون اللي ممكن يحدثنا؟ يحدثنا رجل. إذا عندي أسد وعندي رجل وعندي العلاقة بيناتهم حسب الجملة هي القوة. إذا أنا هنا أمام طرفين، ينبغي علي ما بين هاد الجوج أن أحدد مشبه وأن أحدد مشبه به، وبالتالي تصبح هذه الجملة تشبيه، وتحافظ هذه الجملة على معناها اللغوي السليم
دون إحداث نوع من المجاز. كيف ذلك؟ عندي أسد وعندي رجل، واحد غيجي مشبه واحد غيجي مشبه. القاعدة تقول منطق التشبيه كيف رد عليا أن المشبه به ما بين هاد الجوج كيكون هو الأكثر تفاعل مع هاد العلاقة. عندي أسد وعندي رجل، إذا منطق التشبيه شي يقول لي ما بين هاد الجوج الأكثر تفاعل مع القوة، الأكثر حضور في القوة، أو مضرب المثل في القوة غيجي هو المشبه. يعني عندي أسد وعندي رجل، أيهما مشبه به؟ غادي نعتبروه أسد، لأن الأسد هو مضرب المثل في القوة. إذا رجل نوضعه هنا، إذن رجل مشبه، أسد مشبه. نرجع جملة التشبيه، حدثني رجل كالأسد عن قوته. إذن هذه تشبيه، علاش؟ حيت أسد كاين الطرفين، كاين المشبه وكاين المشبه، وهذه استعارة، علاش؟ حيت فيها المجاز، وهنا ما كاينش المجاز، كاين التشبيه. دابا رجع للتعريف الثاني، هي تشبيه استعارة، هي تشبيه حذف أحد طرفيه. إذا ركز معايا الله يرضي عليك، فينا هي الكلمة اللي كاينة هنا وما كايناش في الاستعارة. حدثني أسد عن قوته، حدثني رجل كالأسد عن قوته. ما كاينش رجل، يعني ما كاينش المشبه. إذا هذيك الاستعارة حذف منها ماذا؟ حذف منها المشبه. وعندما يحذف منها المشبه تسمى استعارة تصريحية. هذا هو النوع الأول اللي عندكم، الاستعارة التصريحية. بالنسبة للدرس راه نخليها بشكل منظم، غتلقاو في المجموعة أو غتلقاو في الصفحة ديالنا، غتلقاو في الصفحة يعني هنا العناصر قديتها. حدثني أسد عن قوته، هذه استعارة لماذا؟ أن هناك مجاز. أين هو المجاز؟ لا يمكن للأسد أن يحدثني. إذا خصني نرجع التشبيه، شوف فين هما العناصر. إذا حدثني رجل كالأسد عن قوته، إذا رجل اعتبرناه مشبه والأسد مشبه به. إذا رجل ما كاينش هنا، ما كاينش في الاستعارة، يعني الاستعارة هي تشبيه تحذف منه طرف. شنو تحذف؟ تحذف المشبه. وعندما يحذف من الاستعارة المشبه تسمى استعارة تصريحية، وهذا هو النوع الأول من الاستعارة. جملة ثانية، بالمناسبة أصدقاء الاستعارة راه نقدر ما نفهمش الجملة الأولى مزيان، علاش طلبت منكم من البداية تكونوا داخلين، الفهم ديالي كيزيد يتطور في الجملة الثانية، في الجملة الثالثة، وهكذا، وبعض المرات يقدر يتطور أكثر حتى للتمارين. نمشي للجملة الموالية، رافقتني وردة في الطريق، رافقتني وردة في الطريق. قلنا على أن هذه جملة مجازية، لماذا؟ لأن الوردة لا يمكنها أن ترافقني في الطريق. إذن وردة، المقصود في الجملة بنت أو فتاة. دائما العلاقة هنا الجمال، لأن الوردة هي مضرب المثل في الجمال. كما ذكرنا سابقا خصني هاد الجوج، واحد يكون مشبه، واحد مشبه به، يعني أنا ما نختارش كيف ما بغيت، كاين منطق في التشبيه، شنو يقول هذا المنطق؟ ما بين هاد الجوج الأكثر تفاعل مع الجمال، الأكثر حضور في الجمال، مضرب المثل في الجمال، شنو غيجي؟
يجي هنا مشبه به. اذا هنا غتجي الوردة وهنا غتجي بنت. اذا تشبيه بنت كالوردة. اذا هنا جملة تشبيه رافقتني بنت كالوردة في الطريق. هنا مابقاش مجاز، ان الجملة اصبحت مألوفة. رافقتني بنت كالوردة في الطريق، شبهت البنت بالوردة لدرجة جمالها. اذا هنا عندي بنت وهنا عندي الوردة، هذا تشبيه. ولكن رجعت للاستعارة، رافقتني وردة في الطريق. شنو هي الكلمة اللي كاينة هنا وما كايناش هنا؟ بنت وبنت. لغة التشبيه اش كتعتبر؟ مشبه. يعني هذه الاستعارة حذف منها ماذا؟ مشبه. وعندما يحذف منها المشبه تسمى استعارة تصريفية. دائما الله يرضي عليك اللي يبغى يضبط معايا الاستعارة مزيان، هما عناصر التشبيه. امتى هذا غيكون مشبه وامتى مشبه به، خاصة اللي نخرج العناصر في المسودة في ورقة الوسائل. ديما الأكثر حضور والتفاعل مع العلاقة. مثلا قبيل الأسد درناه هو المشبه به، علاش؟ لأن العلاقة هي القوة، وبالتالي الأسد أكثر من الراجل في التفاعل مع القوة. الوردة والبنت، الوردة. إذا دائما عناصر التشبيه كنحددهم بناء على الأكثر تفاعل مع العلاقة. أعطيني هنا الجملة. رافقتني وردة في الطريق. رافقتني وردة في الطريق، هذا مجاز. لماذا؟ لا يمكن الوردة أن ترافقني. شكون اللي ممكن يرافقني؟ رافقتني بنت كالوردة في الطريق. بنت مشبه، الوردة مشبه لي. ولكن بنت ما كايناش هنا، كايناش في الاستعارة. يعني الاستعارة هي تشبيه حذف أحد الطرفين. إذا هذا التشبيه تحذف منه المشبه، ومن كيتحذف المشبه هذه هي الاستعارة التصريحية. وأنا ذكرتها هنا في العنوان. أعطيني يا أستاذ، أنت راه واضع عليك في العنوان. عندما الاستعارة التصريحية، عندما يحذف من التشبيه المشبه، عندما يحذف من التشبيه المشبه. واضح؟ اذا اعطيني يا استاذ، طلع لي الجمل، رجع معايا. ناخذ الجمله الثالثه في الاستعاره التصريحيه. بالنسبه للاصدقاء راه غادي نختار من بعد على مستوى الجدول، باش انتوما اللي غتملؤوا الجدول، الاصدقاء اللي كاينين في البث المباشر باش يشوفوا الطريق. واضح ياك؟ اذا غنمشي للجمله. اطلت الشمس على الناس صباحا ثم ابتسمت. أطلت الشمس على الناس صباحا ثم ابتسمت، هذا مجاز. لماذا؟ لأن الشمس لا يمكنها أن تبتسم، وفعل الابتسامة هو فعل يخص الإنسان. إذا غنجي هنا وغنخرج الشمس الوساخ ديالي. الشمس شكون اللي ممكن يبتسم؟ بنت. بنت العلاقة، نور، استطاعة، جمال، اصفرار. ربما هذه البنت شقراء تشبه الشمس على مستوى اللون. إذا عندي الشمس وعندي بنت، والعلاقة هنا هي النور. أيهما يتفاعل مع العلاقة أكثر؟ واش البنت ولا الشمس؟ الشمس أو السماء؟ حيت الشمس هي مضرب المثل في استطاعة وفي النور وفي الاصفرار، في البريق، في اللمعان. يعني غتجي هنا الشمس، غتجي هي المشبه به، غتجي من ورا الكاف.
وبنت غتجينا. يعني اصل الجمله اطلت الشمس او اطلت بنت كالشمس على الناس صباحا ثم ابتسمت. ودائما ملي كندير تشبيه الغايه عندي نعرف العنصر في التشبيه اللي تحذف. ثانيا خاص الجمله عندي ترجع للمالوف. اطلت بنت كالشمس، جيد، اصبحت جمله مالوفه. على الناس ثم ابتسمت، يعني يمكنش ينقلب عناصر التشبيه. اطلت شمس كالبنت، او لا يمكن، انا باقي عندي المجاز. اذا دائما لو بغيتي تقضي على عناصر التشبيه الاكثر تفاعل مع العلاقه يكون هو المشبه به، هو المشبه به. اعطيني انا استاذ جمله. اطلت الشمس، اطلت الشمس على الناس صباحا ثم ابتسمت، هذا مجاز. لماذا؟ الشمس تطل ولكنها لا تبتسم. يجي معايا هنا عناصر التشبيه. اطلت بنت شقراء كالشمس صباحا ثم ابتسمت. اذا هنا ما بقاش عندي المجاز ولا عندي التشبيه، كاين طرفين، ولكن الطرف ديال البنت ما كاينش غير هو المشبه. يعني هذه الاستعاره هذه تحذفت منها بنت، والبنت هي المشبه. يعني هذه الاستعاره هي استعاره تصريحيه. بالنسبه للجدول كيفاش خاصني نملا العناصر ديالي؟ عطيني استاذ الجدول تما باش الاصدقاء يستافدوا. اذا نجي هنا اولا المشبه او المستعار له بحال بحال. ثانيا المشبه به او المستعار منه. ثالثا العلاقه. رابعا القرينه المانعه، ثم نوع الاستعار. شي واحد ما كانش واضح راني غنسالي الشرح. ها هو الجدول، وهذا ملي غادي نلوح في المجموعه غنبغيكم نتوما تخدموا، نتوما تخدموا هذا الجدول هذا باش تعلموا. رجع معايا الاستاذ هنا، غناخذ الجمله الاولى هكذا عطاني في الامتحان. هذه الجمله حدثني اسد عن قوتي، أين هو المشبه؟ واش كاين تما؟ ما كاينش تما. هو رجل، حدثني رجل كالأسد، واش رجل كاين تما؟ لا ما كاينش. إذا محذوف، محذوف. المشبه به أسد. العلاقة، إلا كان تلميذ ضابط العلاقة وبغى يدير القوة جيد كان عنده مشكل المشابهة. ركز لي الله يرضى عليك علي. القرينة المانعة، ما منع الجملة من مألوفها أو ما جعل الجملة تصنف مجازية. القرينة المانعة نوعان، إما قرينة لفظية وتسمى كذلك مقالية، مقالية، أو قرينة معنوية حالية وتسمى كذلك مقامية، تفهم من المقام. كاين بعض الأصدقاء وزملاء العمل خدموا مع التلاميذ ديالهم أن الاستعارة القرينة المانعة لفظية، وكاين اللي تيخدم مع تلامذو مقالية، كاين اللي تيخدم مع تلامذو معنوية يعني النوع الثاني، وكاين اللي تيخدم مقامية، مقامية يعني تفهم من مقام الجملة. أنا غنشرح لفظية ومعنوية، لفظية ومعنوية. إذا اتضح لي المجاز في كلمة، كلمة واحدة هي التي جعلت الجملة مجاز،
يعني أن هذه القرينة لفظية. إذا كان المجاز لفظ واحد كيفاش غنعرف؟ شوف هنا كناخذ المعني بالأمر. شو عندي هنا؟ أسد. غناخذ معاه كلمة واحدة، كلمة واحدة. حدثني، حدثني. عندي أسد هو المعني بالأمر، بغيت نعرف القرينة المانعة. أسد ناخذ معاه كلمة واحدة. حدثني عطى المجاز ولا ما عطاش المجاز؟ حدثني عطى المجاز. يعني ماذا؟ المجاز تعطى في كلمة ولا في جملة كاملة؟ ومادام المجاز تحدد في كلمة يعني هذه القرينة المانعة هي قرينة لفظية، لفظية. ديما ملي كنبغي نتأكد من القرينة المانعة تناخذ المعني بالأمر أسد وناخذ معاه كلمة ونشوف واش عطى المجاز. إذا تعطى المجاز كلمة يعني هذه قرينة لفظية، وإذا ما تعطاش المجاز واضطريت أنني نقرأ الجملة كاملة ونفهم المعنى ديالها عاد يبان المجاز، يعني أن هذه القرينة معنوية. وعندما يحذف المشبه تسمى ماذا؟ استعارة تصريحية، استعارة تصريحية. بالنسبة للجملة الثانية، نوض شو حذف البنات تخدم الجملة. يلا يلا جملة رافقتني وردة في الطريق. أين هو المشبه؟ محذوف. محذوف، ممتاز. مشبه بوردة. وردة، جيد، ممتاز. سيد الجمال أو المشابهة. ممتاز، جمال أو المشابهة، ناخذ المشابهة. ولفظية. لفظية. تصريحية، ممتاز، جيد. إذن محذوف، وردة، المشابهة، لفظية. صديقة قالت لفظية، لماذا؟ نأخذ معي الأمر اللي هو وردة ونأخذ معها كلمة واحدة. أعطاني المجاز، رافقتني وردة، أعطاني المجاز. نعم. إذن هذه القرينة هي قرينة ماذا؟ قرينة لفظية. أمشي الجملة ثالثة. أطلت الشمس على الناس صباحا ثم ابتسمت. جيد، محذوف. مشبه بالشمس. الشمس. المشابهة. المشابهة، ممتاز. معنوية أو حادية. ممتاز، معنوية، معنوية وليست لفظية. نوع الاستعارة. استعارة تصريحية، جيد، ممتاز. إذا رجع معي نمشي فهموا الأصدقاء، علاش هذه قرينة معنوية ماشي بحال اللي قبل. عندي الشمس، أطلت الشمس، واش كاين مجاز؟ لا، مكاينش. أن الشمس تطل علينا كل صباح. أطلت الشمس على الناس، واش كاين مجاز؟ لا. أطلت الشمس على الناس صباحا، واش كاين مجاز؟ لا. أطلت الشمس على الناس صباحا ثم ابتسمت. نعم. يعني المجاز إمتى تحدد؟ حتى قريت الجملة كاملة، يعني المجاز أصبح في المعنى، وهذه هي القرينة المعنوية أو حالية، ممتاز. هناك بعض أصدقاء يدرسون على أنها مقامية، يعني تفهم من المقام. إذن هذه هي استعارة تصريحية. بالمناسبة استعارة تصريحية هي كل تشبيه أو استعارة التي يحذف منها المشبه. يعني في التصريحية تكون هذا اللي محذوف. الآن غنتقل للاستعارة المكنية. إذن الاستعارة المكنية، المكنية
الاستعارة المكنية عندما يحذف من التشبيه المشبه عكس التصريحية اللي كنا ذكرنا على أنها يحذف منها المشبه، هذه يحذف منها المشبه. يقول الشاعر: لا تعجب يا سلم من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. ضحك صفر ما ضحك المشيب ضحك المشيب برأسه ضحك المشيب برأسه. أين هو المجاز؟ لا يمكن للمشيب شيب لا يمكن للمشيب أن يضحك لأن فعل الضحك هو خاصية إنساني. إذا غنجي المسودة ورقة الوساخ ديالي خرج المشيب، شكون اللي ممكن يضحك؟ إنسان. هنا الضحك ما بين الجوج خاصني مشبه ومشبه به، ودائما المشبه به تكون هو أكثر تفاعلا مع العلاقة. يعني عندي المشيب والإنسان، شكون أكثر تفاعلا مع الضحك؟ إنسان. يعني الإنسان غيجي هنا مشبه، هو المشبه. المشبه المشيب المشيب يعني جملة التشبيه ضحك ضحك المشيب كالإنسان، ضحك المشيب كالإنسان. إذا المشيب مشبه، الإنسان مشبه به، ولكن في الاستعارة ما عنديش من الإنسان، عندي ضحك المشيب برأسه وتتمة البيت فبكى فبكى. إذا شنو هي الكلمة اللي كاينة في التشبيه وما كايناش في الاستعارة؟ ما كاينش الإنسان، والإنسان شكي تعتبر مشبه به. يعني هذه الاستعارة هذه شنو تحذف منها؟ تحذف منها المشبه به. وإذا حذف المشبه به تسمى استعارة ماذا؟ مكنية. أعطيني أستاذ. ضحك المشيب برأسه فبكى. ضحك المشيب في رأسه كالإنسان، يعني تم تشبيه المشيب باش بالإنسان. إذا الإنسان ما عنديش هنا، والإنسان شنو اعتبرته؟ مشبه به. يعني هاد السعارة أو التشبيه هذا شنو الكلمة اللي ما كيناش كينا هنا وما كيناش هنا؟ الإنسان. يعني هاد السعارة هذه حذف منها المشبه به، وهو ما يجعلها السعارة مكنية. ناخذ جملة ثانية. إمام قتل البخل. إمام قتل البخل. أولا أين هو المجاز؟ المجاز لا يمكن للبخل أن يقتل، فالبخل لا يقتل، فهو ليس كائن حي، وبالتالي هذه جملة مجازية. والاستعارة كما ذكرنا سابقا، الاستعارة هي نوع من المجاز. راه إلا ما كانش المجاز راه ما كايناش استعارة، لا ما تقلب العناصر التشبيه راه ما كايناش. إذن إمام قتل البخلة، جيد، هذا مجاز. لماذا أستاذ؟ لأن البخل لا يقتل. إذا خرجت البخل وخرجت الإنسان، أيهما يتفاعل مع خاصية القتل؟ الإنسان. الإنسان. واش نقول في اللغة إمام قتل البخل كالإنسان، ولا نقول إمام قتل الإنسان كالبخل؟ إمام قتل البخل كالإنسان. يعني الإنسان هو اللي كيتقتل، يعني الإنسان هو اللي غيجي مشبه به. إذا أصل الجملة في التشبيه إمام
قتل البخل كالإنسان. إذا البخل شغل يعتبر مشبه، والإنسان مشبه به. إذن في الاستعارة شنو الكلمة اللي كاينة في التشبيه وما كايناش في الاستعارة؟ هي الإنسان. إذا الإنسان اش كيتعتبر؟ مشبه به. إذن هذه الاستعارة حذف منها ماذا؟ مشبه به. وبالتالي فهي استعارة مكنية. إذن جمع هنا إمام قتل البخل، المجاز واضح، البخل لا يقتل، البخل لا يقتل. إذا جمعها على صيغة التشبيه، إمام قتل البخل كالإنسان، قتله كما يقتل الإنسان، يعني الإنسان جاء مشبه به، وبالتالي فهذه الجملة ديال المجاز ما كاينش الإنسان، كايناش هنا، يعني هذه السعارة تحذف منها الإنسان اللي هو المشبه. وهو ما جعل هذه الجملة استعارة مكنية. غنمشي الجملة أخيرة، فلما سكت عن موسى الغضب، فلما سكت عن موسى الغضب، أين هو المجاز؟ الغضب لا يسكت، الغضب لا يسكت، يعني الغضب نخرجها في الوسع، اللي ممكن يسكت الإنسان. إذا عندي الغضب عند الإنسان، والمشكلة عندي تما في الجملة السكوت، أيهما يتفاعل مع السكوت أكثر؟ الإنسان. يعني الإنسان، نقول الغضب كالإنسان، الغضب كالإنسان. الغضب شنو تعتبر؟ مشبه. والإنسان مشبه به. إذا نقرأ الجملة، فلما سكت عن موسى الغضب كالإنسان، يعني شنو الكلمة اللي كاينة هنا وما كايناش تما؟ إنسان. والإنسان شكي تعتبر؟ مشبه. يعني هذه الاستعارة حذف منها ماذا؟ مشبه. وبالتالي فهي استعارة مكنية. إذا رجعنا، فلما سكت عن موسى الغضب، هذه مجاز وهذه استعارة لماذا؟ لأن الجملة خرجت عن مألوفها. كيف ذلك؟ لا يمكن للغضب أن يسكت. إذن أصل الجملة في التشبيه، فلما سكت عن موسى الغضب كالإنسان، فلما سكت عن موسى الغضب كالإنسان. إذن الغضب مشبه، إنسان مشبه. في جملة الاستعارة لا يوجد الإنسان، يعني لا يوجد المشبه به، يعني هذه الاستعارة حذف منها ماذا؟ مشبه. حذف منها المشبه به، وهي استعارة مكنية. بالنسبة للجدول، ما ينطبق على التصريحية ينطبق على المكنية. إذا غنجي هنا، المشبه به، العلاقة، القرينة المانعة، يعني ما منع الجملة من المألوف أو ما جعلها مجازا، أهو لفظ أم معنى؟ إذا كان لفظ تسمى لفظية أو مقالية، وإذا كان معنى تسمى معنوية أو حالية أو مقامية. نجي هنا، نوع الاستعارة، بدون شك نحن أمام الاستعارة المكنية. إذن ضحك المشيب برأسه فبكى، تفضلي. المشبه والمشيب
ممتاز. المشبه به محذوف. محذوف. العلاقة المشابهة. المشابهة. القرينة المانعة لفظية. لفظية. ونوع الاستعارة مكنية. مكنية. ممتاز، جيد جدا، ممتاز. بالمناسبة، لماذا اعتبرناها لفظية بالنسبة للأصدقاء اللي مازال عندهم مشكل في القرينة المانعة؟ دائما كتاخذ اللي خلق المشكل، المشير اللي قلنا ما كيلحقش، ياك؟ المشير. شوف واش كلمة واحدة عطات المجاز. ضحك، ضحك المشير، يعني كلمة عطات المجاز، وبالتالي فهي ماذا؟ فهي قرينة لفظية. لفظية. نزارة. إذن إمام قتل البخل. البخل. محذوف. مشابهة. لفظية. مكنية. فاطمة زهرة، علاش اعتبرنا على أن هذيك لفظية قرينة مانعة؟ قتل البخل. قتل البخل، يعني كلمة واحدة عطاتني ماذا؟ وبالتالي فالمجاز هنا أو القرينة هنا لفظية. جيد، ممتاز. تفضلي. فلما سكت عن موسى الغضب. الغضب والمشبه. المشبه، ممتاز. محذوف. محذوف. مشابهة. ممتاز. معنوية. معنوية، الله يرضي عليك، معنوية، معنوية. استعارة مكنية. استعارة مكنية. إذن هنا علاش اعتبرناها معنوية؟ الغضب، موسى الغضب، كيش مجاز، يعني باش حددت المجاز كان خاصني ماذا؟ نقرأ جملة كاملة. فلما سكت عن موسى الغضب، وبالتالي المجاز اتضح في المعنى، إما جعل هذه القرينة معنوية. بالمناسبة أنا هذا الجدول هذا غادي تلقاو في الصفحة ديال المدرسة مرفوق بتمارين، يعني هذوك التمارين تعلموا لهم مزيان، وغندير التصحيح ديالهم. هذوك التمارين نعطيكم 24 ساعة، يعني غادي نعطي التمارين غدا، بعد غدا لوح التصحيح ديالهم. اللي بغى يضبط معايا الاستعارة مزيان هذوك الجمل، وفين ما يلقى مشكل في شي جملة يرجع للفيديو، يعني من الفيديو راه يبقى محفوظ تما مسجل، رجع شوف طريقة. وحاجة أخرى، إلا بغيتي تضبط معايا الاستعارة مزيان من خلال القراءة أو الصورة الأولى، مثلا أعطيني أستاذ هنا، ضحك المشيب برأسه. سؤال طويل، واش الجملة كدوي على المشيب ولا كدوي على شي حاجة أخرى؟ الجملة كدوي على المشيب، يعني المشيب، ومني كتكون المجاز أو الاستعارة كندويو على هو نفسه، يعني هذه كتكون مكنية. مثلا هنا إمام قتل البخل، واش هو صاحب الجملة يتحدث عن البخل ولا كيتكلم على حاجة أخرى؟ لا، كيتكلم على البخل، يعني هذه استعارة مكنية. أجي معايا هنا، عطيني أستاذ تصريحي هنا. مزيان. حدثني أسد عن قوته، حدثني أسد، أسد، واش هو كيدوي على أسد ولا كيدوي على حاجة أخرى؟ حاجة أخرى. كيدوي على رجل، ما كاينش، يعني كيدوي على حاجة أخرى. هذه تصريحية. هكذا كتبقى عندي الصورة الأولى كتوضح. أجينا، رافقتني وردة في الطريق، مجاز، واش هو كيتكلم على وردة ولا كيتكلم على حاجة أخرى؟ حاجة أخرى. كيتكلم على فتاة، يعني هذه تصريحية. مثلا
غادي نقول طار الخبر، طار الخبر في المدينة، طار الخبر في المدينة. واش أنا كندوي على الخبر ولا كندوي على حاجة أخرى؟ لا كندوي على الخبر، وهذا الخبر انتقل بواحد السرعة لدرجة شبهته بالطيران. يعني هذه مكنية قبل ما نحدد العناصر ديالها. خبر مشبه، مشبه به محذوف، علاقة مشابهة، قرينة لفظية، نوع استعارة مكنية. جملة أخرى، حدثني التاريخ عن أمجاده. هو لا يتحدث عن التاريخ، هو يتحدث عن رجل موسوعة له من التاريخ معلومات ومعارف كثيرة. يعني هذه تصريحي، وما كيتكلمش على التاريخ، كيتكلم على رجل، رجل كالتاريخ، والرجل ما كاينش. يعني هذه تصريحي. إذا سوف أتوقف عند هذا الحد. بالنسبة للفيديو رجعوا ليه إذا ما فهمتوش شي حاجة. أنا أخلي لكم تمارين، هذوك التمارين حاولوا أنكم، أنا دابا راه تنهيئ في المجموعة لأنني سولوني على أصدقاء كتاب، أنا كنهيئ في هذيك المجموعة باش يبقى عندنا واحد التواصل دائم، وغناخذ من عندكم الإنشاءات ديال الحداثة، وكذلك غناخذ هاد التمارين. ديما ملي تكون علوم اللغة عندك فرصة ديال 24 ساعة، يعني عطاك غدا بالليل أنا عطاك التمارين. إلا وجدتيهم بعد غدا في ظل المجموعة غتصحح، إلا خليتيهم حتى فاتت مبقاتش عندك فرصة فين تصحح. يعني دائما تعامل بهذا المنطق، هذا ديما نعطيك الحاجه عندك 24 ساعه. اذا الله يعاونكم، الله يوفقكم. ان شاء الله الحصه المقبله يكون عندنا لقاء مع اسئله النصوص، نقسموهم جوج الاجزاء، يعني غيكون عندنا النصوص الجزء الاول. الله يعاونكم، الله يوفقكم، الله يكمل عليكم بالخير. سلامه.